طيب، نتحول مباشرة إلى بواكي مع موفد قناة الجزائر الدولية لنعيش أجواء هذه المواجهة الحاسمة. ياسين قالم، ياسين، مساء النور، يوم شاق يلوح في الأفق بمناسبة هذه المواجهة المصيرية بين الجزائر وموريتانيا. كيف هي الأجواء هناك ياسين في بواكي قبل هذه الموقعة المرتقبة بين الجزائر وموريتانيا في ثالث جولات المجموعة الرابعة؟ نعم، أهلا بك خالد وبضيوفك الكرام وبكل مشاهدي قناة الجزائر الدولية. إذن يوم وحتى إن كان شاقا نتمنى أن يكون ختامه مسك وختامه تأهل للمنتخب الجزائري الذي كما قلت مباراة مصيرية ومصيرية اليوم أمام المنتخب الموريتاني. على الورق ربما المنتخب الجزائري هو المرشح الأول، لكن كأس إفريقيا ولحد الساعة يعني دائما تكون هناك مفاجآت، ومباراة كوديفوار أمس وغينيا الاستوائية خير مثال على ذلك. المنتخب الجزائري خالد كان قد حضر أمس آخر حصة تدريبية في حدود الساعة 6:30، الحصة حضرها كل التعداد عدا المصاب الناصر الذي غاب عن الحصة. كنا قد ذكرنا أيضا عودة عمورة إلى التدريبات وهو في حالة جيدة، سيكون تحت تصرف الناخب الجزائري جمال بن ماضي. نقطة أخرى فيما يخص التشكيلة، وحسب المصادر داخل بيت المنتخب الجزائري فإن توغاي هو من سيعوض بن سبعيني المعاقب والذي سيغيب عن هذه المباراة في مواجهة قلت أنها ستكون صعبة، لكن لا بديل عن الفوز لأشبال بالماضي. فعلا ياسين قال موفد قناة الجزائر الدولية إلى بواكي، شكرا على كل هذه المعلومات ويوم موفق، بالتوفيق إن شاء الله في تغطية هذه المباراة المهمة للمنتخب. شكرا.